بمناسبة حلول الذكرى 25 لتربع، صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله على عرش أسلافه الميامين، يتشرف السيد مصطفى ويرزاد مدير القطب متعدد المراكز للتكوين الفلاحي بجهة بني ملال خنيفرة، أصالة عن نفسه ونيابة عن أطر مؤسسات التكوين المهني الفلاحي بجهة بني ملال خنيفرة، وكذلك المديرين والأطر الإدارية والبيداغوجية لمؤسسات التكوين المهني بجهة بني ملال خنيفرة، بتجديد فروض الطاعة والولاء لصاحب الجلالة أدام الله نصره وتأييده، وسائل العلي القدير أن يعيد هذا العيد على جلالته بموفور الصحة والهناء، ويقر عينه بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وبصاحبة السمو الملكي الأميرة لالا خديجة، ويشد أزره بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة العلوية الشريفة، وأن يحقق على يديه الكريمتين أسباب الرقي والازدهار لشعبه الوفي، إنه سميع مجيب.